السلام عليكم أعزائي حبايبي، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. اليوم نتحدث عن شجرة جميلة جدا و يعني مقاومة للظروف المناخية، شجرة الأكاسيا. شجرة الأكاسيا شجرة جدا جميلة ومنظر كلش راقي، لها أهمية اقتصادية حيث تنتج الصمغ العربي الذي يدخل بصناعة المشروبات الغازية والدهانات والأحبار والحلوى المجمدة. الأكاسيا يوجد معدها بالعالم أكثر من 150 نوع. المناطق المنشأ موطن شجرة الأكاسيا هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ومثل أستراليا، أفريقيا، المكسيك، جنوب غرب الولايات المتحدة. تتميز شجرة الأكاسيا بكونها سريعة النمو، يعني مو بطيئة النمو، سريعة النمو، يعني التعمر من 20 إلى 30 سنة تقريبا. ارتفاعها يوصل تقريبا إلى 40 قدم، وبعض الحالات يوصل 70 قدم. أوراقها ريشية، يعني فشي جدا راقي، والوان الاوراق مالتها يعني خضراء زاهيه. و الاكاسيا يعني بها تزهر بكميه كبيره، زهورها صغيره ورحيقيه يعني عطر، بالاضافه الى اللحاء مالها يستخدم بدباغه الجلود، ويستخدم الخشب مال اللحاء مالتها بصناعه السفن والاثاث. نجحت عندنا بالعراق يعني بشكل واسع. الأكاسيا يعني عدة أنواع بها، التزهير مالتها بالخريف وبالربيع أزهارها جدا راقية، يعني الشجرة شلون الشفقة تصير فوق الشجرة، الأوراق الورد مالتها إذا أصفر أو بنفسجي أو أبيض حسب نوعياتها وأنواعها، وتتحمل الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف. يعني وتحب إضاءة الشمس، أشعة الشمس. النبات من يكون صغير يعني دور الإنبات يعني تو ما تقدر لما تعرض لأشعة الشمس المباشرة، يعني خلي مكان تجي ساعة ساعتين أشعة الشمس، بعدين من يعمر يعني من سنة وأكثر من سنة يقدر يعني يتأقلم ويا درجات الحرارة. الأنواع الموجودة الأكاسيا سنغالية، أكاسيا فيريك، وجولوكا، وسالينيا، وشمعدان، وفرنسية. عدة أنواع من الأكاسيا جدا جميلة، ويعني أنصح بالأخوة والخوات أن يبادرون بزراعتها بالأيام يعني الجاية، الأشهر الجاية بعد انخفاض درجة الحرارة وبداية الخريف إن شاء الله إذا الله سهل. الأكاسيا تتكاثر من خلال البذور، بذورها قاسية شوية، يراد لها يعني تنقعها بالمي فترة يوم أو يومين، وبعدين تبدي تزرعها. أو من ناحية العقل أيضا من ناحية التجذير بالمي أيام الصيف ترهم عندك. إخواني أعزائي، يعني أشير إلى فقرة بالنسبة للزراعة. النبتات يعني كل ما تأخذ نبتة يعني بالأصيص أو بالسندانة بعمر سنة أو 6 شهور أو 7 شهور أفضل من البذور. البذور يعني يراد لها وقت ويراد لها عناية خاصة، بالإضافة إلى يعني قسم من البذور ما نعرف صلاحية الانبات مالتها ولا الانتاج مالها ولا الاكسباير مالتها نعرفه. يعني احنا هواية يعني هسه دا التقي بناس يعني اصحاب مشاتل يشكون من ناحية البذور، يعني يقول احنا نزرع هواية بذور وقلة من عدها تطلع، مو كلها تنجح. وافضل يعني تاخذون الشتلات من المشاتل، وكل شيء موجود هسه بالمشاتل، وانا راح انشر المشاتل اللي موجوده بها بالجروب اللي بها
الاشجار والنباتات الاستوائيه والاسيويه. عندنا هواية مشاتل ببغداد و باطراف بغداد، الناس بدوا يعني عندهم شتلات يعني جيده بارتفاع متر او اقل او اكثر من متر، بالنسبه للمورنجا والنيم والاكاسيا والعصا الذهب وهواية امور نجحت عندهم، والبارونيا ايضا. بالنسبه للجروب، الاخواني بالجروب اني يعني ما يهمني يعني العدد، يعني العدد اذا يوصل 2000 واذا 100 نفس الشيء عندي. يعني بالفتره الاخيره اضطريت الى الغاء عده اعضاء، يعني اعضاء بحدود ال 400 عضو لغيته، لان عدم المشاركه والمتابعه. انت اذا ما لك رغبه للنباتات ماكو داعي تدخل بهالجروب هذا. هذا اخواني الجروب سويناه احنا للصالح العام ويخص جميع النباتات الموجوده، واحنا حاضرين لاي استفسار واي سؤال، والكادر اللي وياي كلهم دكاتره جامعيين ومن العراق ومن الدول العربيه، والناس اللي تتابع وياي ايضا من الدول العربيه. فاحنا نحب الناس اللي لها يعني واهس ولها رغبه بالنباتات. وإذا أنت مالك واس يعني بالنباتات أو بالزراعة، أكو جروبات تخص أمور هواية تقدر تروح بيها، وأنا ممنون وشكرا جزيلا للجميع.